حتى الأحذية صارت تستعين بالذكاء الاصطناعي حتى تقدر تخلينا نمشي. بمجرد ما تحوش 1500 دينار، هذا إذا حوشتهم، رح تكون قادر إنك تشتري الحذاء الجديد من شيفت AI. سرعة الإنسان هلأ الطبيعية بتوصل ل 3 ميل بالساعة، بس هذا الحذاء بخليها توصل لأكثر من 7 ميل بالساعة، يعني تقريباً تقدر تسبق السيارات فيه. والموضوع مش بالسرعة، لا، هو كمان بحل طريقة مشيك وبضبط نفسه عشان يناسبك تماماً، طبعاً بالاستعانة بالAI، وبيساعدك تمشي أكتر وتحافظ على صحتك ولياقتك البدنية وبدون أي مجهود كبير ممكن تبذله. عجبني الحذاء، بس بدي أحكي لك خبر جد حلو. يس. هسا فوتي على حساب الانستغرام الخاص بمطعم اسمه إيثوس، فعلياً راح تشتهي كل الأكل اللي بيعرضوه، من أكل لحلويات وغيره وغيراته. تيجي بدك خلص تحجزي وتروحي عليه، بس ما بتكلم، تعرف ليش؟ ليش؟ هسا بحكي لك، لأنه بالحقيقة هو مش موجود أصلاً، وكل الصور هي عبارة عن صور منشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي. حساب مطعم إيثوس اللي بيحكي عن حاله أنه هو نمبر 1 بشيكاغو، عنده أكثر من 70,000 متابع على السوشيال ميديا، ظل يضحك على الناس بوجود أشخاص كثير، وجند آلاف الناس يكتبوا له كومنتات أن زيارتهم للمطعم كانت بتجنن وخيالية وبيقيموه 5 نجوم، إلا أن الناس اكتشفت أنه غير حقيقي بعد ما ظلوا يدوروا عليه وما لقوه أصلاً. يعني مش عارفة طب ليه جمع كل هالفولورز، بالآخر هو مش حقيقي. أنت شفت الصور؟ شفت الصور. أنا عندي مشكلة أنه عن جد بالحلقات أنه بشوف أكل كثير زاكي. بس بتحس أنه خلص الـ AI عم بيدخل بكثير تفاصيل حياتنا. هاي المشكلة، عشان هيك بيحكي بدنا أشياء أخلاقية بالـ AI. أنه عن جد الواحد يكون عنده المعايير الأخلاقية، عشان الـ AI ممكن نكتب على الناس. صح، إحنا نكون واضحين وصريحين وحقيقيين. أنا اليوم زعلانة من خالد، بس ما رح أقول لكم ليه، على سيرة الأكل. بالله عليك. كنت موصيته على شغلة من السعودية ما جاب لي إياها، بس يلا مو مشكلة. منطق أكون طالع أنا بوجبة أجيب لك إياها ثاني يوم؟ مش منطق، أنا عشانك. ما بتكون زاكي، أنا عشان مصلحتك.